من مراكش. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا غزلان، لاباس عليك؟ صباح الخير. كي دايره؟ صباح النور. الله يبارك منور فيك. منور راك منوره تبارك الله. بارك الله فيك، نوركم لالا يخطيكم علينا. بارك الله فيك. شناكم كي داير كاع الطاقم؟ كي درتوا مع الصهد؟ الحمد لله الحمد لله، ما نكونش بحال الصهد ديالكم. الله يلطف بينا جميعا. الله يلطف بينا. هذاك الحمد لله الحمد لله. ايوا اللي جات فوق تعمات. لا هادشي اللي كان الحمد لله. توحشناكم بزاف. بارك الله فيك. والله لا تحنا مرحبا بك غزلان. رحنا متبعينكم ديما سواء شكرا. في البيت سواء في الراديو، وراه ما كتوليتو وليتو جزء من العائله. وحتى نتوما الحمد لله، الله يجعلها محبه دائمه ان شاء الله. انا وجد بزاف ديال الاقتراحات، كنت كنتسنى غير شد ليا الحق، ولكن غادي نعطيك شي حويجات دروكا. غادي نعطيك واحد ليكزامو كيجيو بحال سكيكسات صغيورين وهما ساهلين في المقادير. عندنا ديامو فاني وديامو شوكولا. ايه واخا. بالنسبه للمقادير عندنا 400 غرام ديال الزبده، الا كانت منتجه يكون احسن، ولا نستخدموا الزبده الباكيه. و 160 غرام ديال السكر كلاصي. 40 غرام ديال الصفر البيض، الاحسن نخدموا بالميزان حيت هما باتيسري باش يكونوا مضبوطين. واحد جوج فانيات تقريبا 400 غرام ديال الطحين. كنحطو الطحين في قصريه ولا في شي بوله كبيره، وكندشوه مع الزبده وسكر كلاصي وداك الجفانيات، وكنجمعو بهذوك الصفار بهذاك 40 غرام ديال البيض. تقريبا شي جوج صفار تقريبا. ايه واخا. صافي كندشوها، ما كندلكوها ما والو، كنجمعوها وكنحربلوها حربلات غلاض قد الدولار هكا مدوري قد 4 دريال. ايه في العرض ديالهم كنحبلوهم ونحطوهم في المجمد يجمدو. ايه غندوزو لهادوك الاخرين اللي ديامو شوكولا، تقريبا راه نفس المقادير. 400 غرام ديال الزبده و 160 ديال السكر كلاصي، هنايا شويه البيض زايد، 50 غرام ديال صفر البيض، 40 غرام ديال الكاكاو، 400 غرام ديال الطحين. ايه كنخدموهم بنفس الطريقه حتى هما كنحبلوهم حلبلات قدهم قدهم، وكنحطو دوبلون في المجمي. كندوزو دابا الخدمة ديالهم، إلا بغينا نخدموهم كل واحد بوحدو يجيونا غير على شكل دي ديامو في كحل أو في بيض، كنحنو ببياض البيض وندوزو في السنيدة ونقطعوهم دوائر. صافي ونتفو في واحد لاطا فيها ورق زبدة وندخلوهم يطيبو طيبو تيام شميعة، ما يكونش عافية مجهدة عليهم حيت هما راه كيسرحو شوية مع الزبدة. يطيبو يبقاو دوغي، وردو البال مع الكحلين حيت فيهم الكاكاو باش ما يغدركمش الفران. الفران الا كان ديال الضو نديرو على 150 درجة وطيبو على خاطرهم، نحيلو عليهم من تحت يتلمو ونحيلو عليهم عاوتاني من الوجه ودغيا نخرجوهم. ايه صافي فاش كيطيبو لينا كنقدمو في بشرات عاديين كيكونو مدورين كيجيو كيدوزو في الفم. او ممكن نخدموهم بواحد الطريقة أخرى. اش كنديرو؟ كناخدو جوج حليبلات كحلين وجوج حليبلات بيضين، وكنديروهم على شكل كاغي. واحد كحل واحد بيض فوقو واحد بيض واحد كحل. كنلصقو ببياض البيض بين كل واحد وواحد، فهمتيني؟ ايه باش يجيونا على شكل كاغو فيه كحل بيض بيض كحل. ايه باش كيعطي داك المنظر مختلف. ايه مفهوم. ايه كنشدوهم نلصقوهم ببياض البيض ونجمعوهم على شكل كاغي، ونعاودو نغيروهم شوية في الطابيسيلوفين ونرجعوهم للمجمد باش يجمعو لينا. وفاش كنزيروهم كنضربو بيهم فوق البوطاجي باش ياخدو الفورما ديال الكاري. ايه صافي فاش كياخدو لينا الفورما ويجمدو كنقطعوهم مربعات فيهم تقريبا شي جوج تلميلين شي جوج تلميلين ولا ثلاثة، باش ما يجيوش غلاض وما يجيوش رقيقين يابسين حيت هما كيسرحو مع الزبدة. فاش غيبقاو نقطعوهم على شكل مربع كيكونوا مزرولين بالكحل والبيض، كنسفوهم في لاطا وندخلوهم يطيبو عادي حتى هما كندوزوهم في بياض البيض وسنيدة من الجناب. ايه واخا. وندخلوهم يطيبو في الفران وكنقدموهم على شكل مربعات مزرولين بحال شكل ديكاغو ديال داما. ايه ايه كتطيب نادر. كنسفوهم في لاطا وندخلوهم يطيبو في الفران وبصحة وراحة. ايه
نعطيك الصحة غيزلان تبارك الله عليك. بارك الله فيك حبيبتي. عام نعطيك واحد الكيك ديال الكاوبيل ديال الكاكاو الشوكولاتة بودرة. اي كنديروا في طحنة كهربائية واحد الباكية ديال الكاكاو شنو كاس نتاع الحليب، الكاس نتاع السنيدة، كاس نتاع الزيت الصغير، ماشي كاس كيعن بعيد، كاس صغير. واحد جوج معالق ديال الحليب غبرة. واحد جوج فانيا. كنطحنوهم كاملين في الطحانة ونقصو منهم واحد الكاس صغير. ونضيفو لهم واحد ثلاثة ديال الطحينتور تقريبا شي 200 غرام، وثلاثة ديال البيضات، وجوج ديال الخمارات حمرين. ونخلطو الخليط كامل ونديرو الفرن وندخلو يطيب. صافي ملي كيطيب لينا الكيك كنخرجو كنسقيوه بداك الكاس، كنضيفو معاه واحد واحد ياغورت شوكولا. وندهنو به الوجه ونديرو له شي شعرية شكلاط ولا شي حاجة إيفيلي ولا شي حاجة. واخا طريقة سهلة، الله يعطيك الصحة. عندي بزاف ديال الوصفات باتيسري ان شاء الله رحمة رحيمة انا غادي نعطيهم لك. يلا واخا ان شاء الله. شوفي سامع بنتي روح بغات تعطيكم واحد الكيك تبارك الله باش تشارك معاك. اييه عزيزة عليها بزاف بزاف. مرحبا مرحبا لنا الشرف. مرحبا. الو 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 تبارك الله. لاباس لاباس. ايوا مزيان اللي غادي تشاركي معنا اليوم، اشنو غادي تعطينا؟ روح غادي نعطيكم واحد الكيك ديال الشكلاط. ما شاء الله. واخا يلا حنا غادي نتبعو معاك كيكة ديال الشكلاط. هادي عزيزة عليك هاد الكيك ديال الشكلاط ياك؟ اه. يلا كناخدو كاس ديال الماء، كاسرونة، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال سنيدة، و 200 غرام ديال الشكلاط الكبير. وكنحطوهم على النار، وكنحطوهم على النار باش يذوبوا. وكنديروا في بانيو اخر 4 ديال البيضات، و جوج خمارات حمرين، وثلاثة ديال الدقيق. وكنخلطوا داكشي مع معلقة ديال الكاكاو. ملي كيذوب لينا داك الخليط ديال الزيت وسنيدة والماء، كنحتفظو بكاس الزيت وداك الشي اللي بقى لينا كنخلطوه مع الدقيق والبيض الخمارات، وكندخلوهم الفران يطيبو. عاد وكنخرجوهم وكناخدو داك الكاس وكنخليوها حتى كتبرد، وكنخليو داك الكاس اللي قصنا اللي خلينا كنزينو به مع شعرية الشكلاط ولا مع اللوز إيفيلي. اييه تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة، والله إلا عطيتينا داك الشيء مضبوط ما شاء الله عليك. روح شحال عندك من عام؟ عندي 3 سنين. تبارك الله وصلت عنبي، الله يحفظك يا روح، الله يحفظك تبارك الله عليك. وهذه اول اقتراح ان شاء الله، ولكن دابا في الصيف ما كاين لا قرايه لا والو، مره اتصلي بينا صافي غيزلان. تبارك الله عليك لاله مولاتي، اصغر لاله مولاتي، الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك غيزلان، شكرا لك بزاف، شكرا لك بزاف، الله يحفظ لك وليداتك. نتمنى تجربوا هذا الاقتراح ديال كيك الشوكولات ديال روح، والصراحه تبارك الله عطات المقادير كيف ما هما وطريقه مضبوطه. في كسرونه على عافيه مهيله نديروا كاس ديال الماء، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال السنيده، ونديروا 200 غرام ديال الشوكولات ديال الحلوه اللي تيكون مربعات كبار، وندوبوا على عافيه مهيله، وصافي ملي كيتخلط كلشي وكيدوب كنطفيو عليه العافيه، كنمشيو كنوجدوا يعني واحد في اناء اخر، نديروا 4 البيضات مع يعني نخلطوهم مزيان. وكذلك كاين في المقادير جوج الخمارات ديال الحلوه وزلافه ديال الطحين فورس، وكنخلطوهم مع معلقه ديال الكاكاو. هادشي كله كيتخلط، 4 البيضات وجوج خمارات الحلوه وزلافه ديال الطحين فورس ومعلقه كبيره ديال الكاكاو المر، كنخلطوهم مزيان. ملي كيدوب لينا هذاك الخليط الاول اللي درناه على عافيه مهيله ديال الماء والزيت والسنيده والشوكولات، كنقصوا منه كاس، يعني نقصوا منه كاس ونديروا للتزيين، نحتفظوا به في الثلاجه. وهذاك الخليط الثاني كنديروه مع الخليط الاول،
وكنخلطوا غير بسباتولا معلقه ديال الخشب، من بعد كنديروا في المول ديال الكيك مدهون بالزبده ومرشوش بالطحين، وكندخلوها للفران حتى كطيب وكتحمر، وملي كنخرجوها كنفرغوا عليها داك الكاس ديال الخليط اللي خلينا ديال الشوكولات اللي احتفظنا به للتزيين، وكنزينوه بطريقه كيف ما بغينا، كيف ما عطاتنا الروح. بحال دابا نرشوا الشعريه ديال الشوكولات، اما ديال الشوكولات اولا الملونه اولا نديروا الكوك اولا اللوز على حسب اللي متوفر عندنا. نتمنى تجربوا هذا الاقتراح ديال روح كيكه ديال الشوكولات، ومرحبا بك في اي وقت، تحياتنا لك.